السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرا للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حصة الثالثة من فرع الرياضيات البحتة لطلاب الصف الثاني الثانوي، طبعا علمي وأدبي، وهو الدرس الثالث في الجبر وهو المتتابعة الحسابية. طبعا فهمنا إيه هي المتتابعات وفهمنا إيه هي المتسلسلات ورمز التجميع، دول كانوا أول حصتين وحلينا عليهم التمارين الخاصة بالكتاب المعاصر بالكامل. الدرس الثالث هو درس سهل جدا وهو درس المتتابعة الحسابية، ودي حالة من حالات المتتابعات. احنا نعرف بقى انواع المتتابعات بتفصيل شوية، دي الحسابية لسه بعد كده الهندسية، وفي متسلسلة هندسية وفي كلام كتير جدا، ولكن كله سهل بإذن الله. لو انت اول مرة تشوفنا ما تنساش تشترك في القناة، تفعل زرار الجرس وتضغط لايك، شير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس بإذن الله. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. جميل، الناس اللي عايزة الملزمة في رقم ثابت تحت في الفيديو، الرقم ده تبعته رساله واتساب هيقول لك كل تفاصيل الملزمه وبنك الاسئله اللي انا كنت مبلغكم بيه بقى جاهز، عشان الناس اللي خدت الملزمه هتاخد بنك الاسئله ده بصوره مجانيه باذن الله، ولكن الناس اللي عايزه بنك الاسئله منفصل ده سعره رمزي لوحده باذن الله، وانا هبقى انزل توضيح مهم بخصوص الملزمه عشان في كلام كتير اليومين دول. خلاص يا باشمهندس؟ جميل. طيب، درس المتتابعه الحسابيه درس سهل جدا، هنقسمه على حاجتين. اول حاجه هي المتتابعه والتعيين بتاعها والحد العام، وتاني حاجة اسمها الأوساط الحسابية، ودي هنفهم لما احنا ندخل قيمة داخل المتتابعة، ولكن دي سيبها دلوقتي. الدرس ده هتلاقيه في كتاب المعاصر متقسم، بمعنى هتخش على أسئلة أكتر هتلاقي تقسيمة للمتتابعة الحسابية وتقسيمة للأوساط الحسابية، حتى الأسئلة المقالية في تقسيمة للمتتابعة الحسابية وتقسيمة للأسئلة المقالية بتاعة الأوساط الهندسية الأوساط الحسابية. فدلوقتي يا باشمهندس هنحل ازاي؟ هنحل تمارين اختر كلها على المتتابعه الحسابيه، هنحل الاسئله المقاليه على المتتابعه الحسابيه، بعد كده نشرح درس الاوساط، نحل الاختر بتاعه، وبعد كده يا باشمهندس المقالي بتاعه، وبعد كده نحل المستويات العليا، لان المستويات العليا شامله الدرس بالكامل باذن الله. جميل. طيب تعالى كده نفهم ايه هي المتتابعه الحسابيه. المتتابعه الحسابيه يا باشمهندس هي حاله من المتتابعات. عارف اول حاله احنا قلناها في درس المتتابعات اللي هو الحد العام، لما كنا بنشرح ازاي بنجيب الحد العام لمسائل الزياده او النقصان؟ ايوه يا باشمهندس فاكرها، ده انا بقيت بعرف اجيب الحد العام بصوره كويسه. خلي بالك الحد العام ده الحمد لله كنا من اوائل الناس اللي شرحنا الطريقه السهله اللي معظم الناس بقت ماشيه بيها دلوقتي ان شاء الله. خلاص؟ طيب دلوقتي يا باشمهندس هنحتاج الطريقه دي كتير جدا خلال الدرس ده، وافهمك برضو ليه. طيب ايه هي المتتابعه الحسابيه؟ هي قال لك هي متتابعه الحدود بتاعتها يا اما بتزيد بقيمه ثابته يا اما بتقل بقيمه ثابته، بس هو ده الفكره بتاعت المتتابعه الحسابيه. يعني يا باشمهندس مفيش فيها ضرب، لا، هي يا اما بتزيد بقيمه ثابته يا اما بتقل بقيمه ثابته، اللي هي مسائل ايه؟ اكمل بنفس التسلسل بالظبط. تمام. طيب دلوقتي يا باشمهندس عرفنا خلاص ايه هي المتتابعه، قلنا بقى المتتابعه الحسابيه هي متتابعه الفرق بين الحد والحد اللي قبليه هو مقدار ثابت. يعني لو اخترت مثلا اي حد من دي، مثلا 7 ناقص 3 تدينا 4، طيب 3 ناقص 1 يا باشمهندس ده كده مش ثابته، يبقى دي بالنسبه لي مش حسابيه. طب دي والله يا باشمهندس 3 جذر 3 ناقص 5 جذر 3، تمام، يبقى دي بالنسبه لي حسابيه. ليه؟ لان هنا جذر 3 ناقص 3 جذر 3 سالب 2 جذر 3، و3 ناقص 5 يبقى بالنسبه لي ايه؟ بالنسبه لي دي كده سالب 2 جذر 3. خلاص؟ تمام. يبقى عرفنا ان المتتابعه الحسابيه متتابعه بتزيد بقيمه ثابته او بتقل بقيمه ثابته. طب الثابت ده اسمه ايه؟ قال لك الثابت ده عباره عن حاجه بقى هنستخدمها اسمها دال. يبقى لازم نعرف ان الدال هو قيمه الثابت اللي بيزيد في المتتابعه او بيقل في المتتابعه، فده معناه ان هو عدد، والعدد ده ممكن يطلع موجب وممكن يطلع ايه؟ سالب. جميل جدا. طيب الدال دي بنسميها ايه؟ اساس المتتابعه الحسابيه، ولازم تبقى عارف المعلومه دي عشان هنحتاجها. لما يقول لك طلع لي الاساس يعني طلع لي الدال، يعني طلع لي القيمه اللي هي بتزيد. طيب تعالى كده نشوف، لو هو مثلا جايب لي متتابعه 1 3 7 9، والله يا باشمهندس الواحد بقى 3 يبقى زاد 2، الثلاثة بقت 7 زادت 4، طالما مش بتزيد بقيمة ثابتة يبقى دي مش متتابعة حسابية. طب لو هو كان جايبها كده بالظبط يا باشمهندس وأما غير حاجة بسيطة، خلى دي والله 5 وبعد كده 7 وبعد كده 9، تعالى كده نشوف اللي هيحصل. الثلاثة بقت 5 يبقى زادت 2 يبقى دي خلاص تمام، الخمسة بقت 7 2، السبعة بقت 9 2، طالما الزيادة قيمة ثابتة يبقى أنا ممكن أقول له إن الدال هنا بتساوي كام؟ الدال هنا بتساوي 2 اللي هي قيمة الزيادة اللي بتحصل هنا. تمام؟ طيب دي كانت 5 جذر 3 بقت 3 جذر 3، يبقى نقصد سالب 2 جذر 3. كأنه طرح، طب دي والله سالب 2 جذر 3، جميل جدا. طب يا باشمهندس طالما هي بتقل بقيمة ثابتة يبقى الدال دي بكام؟ بسالب 2 جذر 3.
الفكره في الدال دي بيقول لك خد حد ناقص اللي قبليه ازاي. تعالى كده، ما هو ده التعريف اهو، ح نون زائد واحد ناقص ح نون، يعني ايه؟ خد لي 5 ناقص 3، مش انت عرفت انها بتزيد بقيمه ثابته او بتقل بقيمه ثابته؟ تمام، يبقى اختار اي حدين واطرحهم اللي قبليها. مثلا اهو 7 ناقص 5 يبقى 7 ناقص 5 بتساوي 2. طب هنا جذر 3 مثلا هختاره، يبقى ناقص اللي قبليه اللي هو 3 جذر 3 هيديك سالب 2 جذر 3. يبقى انت كده فهمت الداج وانتهينا من القصه دي، خلاص؟ تمام. في اول نوع مسائل هيقول لك ايه؟ هيقول لي وضح لي المتتابعه دي حسابيه ولا لا. النوع ده بيجي لك يا اما بارقام شبه دي يا اما برموز، والاثنين اسهل من بعض. ازاي؟ لو جالك رموز يعني هو سايب النون، هنستخدم القانون الجميل ده اللي هو انا هجيب ح نون زائد 1 ناقص ح نون، لو طلع عدد يبقى دي متتابعه حسابيه، ما طلعش عدد يبقى مش متتابعه حسابيه. يلا هشيل النون واحط نون زائد 1، يبقى انا بالنسبه لي دي 3 في هشيل النون واحط نون زائد 1، وما تنساش ان في سالب 5 ناقص وافتح قوس عشان ما تغلطش. ح نون يعني هتاخدها زي ما هي اللي هي 3 نون ناقص 5. طيب اضرب كده يلا، يبقى دي 3 نون زائد 1 في 3 ب 3 ناقص 5، دخل السالب يبقى دي سالب 3 نون، وسالب في سالب بموجب يبقى موجب 5. سالب 3 نون هتروح مع موجب 3 نون، سالب 5 هتروح مع موجب 5، فضل ان الناتج 3. طالما الناتج 3 يعني ثابت، طالما الناتج ثابت يبقى اقول له فعلا دي متتابعه ايه؟ حسابيه. خلاص؟ فهمناها؟ طيب تعالى نشوف واحده ثانيه. بيقول لي ح نون بتساوي 2 نون تربيع ناقص 3، يبقى انا قلت له والله ان انت سايب الرمز، انا هستخدم ح نون زائد 1 ناقص ح نون، اشيل النون واحط نون زائد 1، يبقى 2 في نون زائد الواحد الكل تربيع، وما انساش في سالب 3. ده كده في قوس ناقص ح نون اللي هي دي بالنسبه لي 2 نون تربيع ناقص 3، ودايما خليها في قوس عشان السالب بيخش عليه. ابدا افك دي يا باشمهندس، يبقى دي 2، ركز بقى معايا، فك دي هتديني نون تربيع، يبقى 2 نون تربيع. 2 في الاول في الثاني 2 نون، اضربها في 2 كمان يبقى 4 نون. الاخير تربيع بواحد، اضربه في 2 يبقى موجب 2، وفي هنا سالب 3. طب دي هتبقى سالب 2 نون تربيع وسالب في سالب بموجب 3، سالب 3 مع موجب 3. ال 2 نون تربيع مع السالب 2 نون تربيع، فضل ايه؟ فضل 4 نون زائد 2، طالما فضل حاجه فيها نون يبقى دي بالنسبه لي ليست حسابيه. جميل. طب تعال نشوف اللي بعدها، 3 اس نون، خلاص بقى انا عارف. هجيب ح نون زائد 1 يبقى 3، واشيل النون واحط ايه؟ نون زائد الواحد ناقص ح نون اللي هي نفسها اللي هي 3 اس نون. والله يا باشمهندس ده جمع وطرح، ممكن ناخد عامل مشترك اللي هو الصغير اللي هو نون. لما اخد ده من ده هطرح الاسس، يبقى نون ناقص نون هتروح، هيفضل 3 اس 1 اللي هي 3، 3 اس نون على 3 اس نون بواحد، يبقى دي بالنسبه لي كده 3 ناقص 1 2، يبقى دي 2 في 3 اس نون. هل هنا ده رقم بس؟ لا، ده في نون ظهر ده ايه؟ يبقى دي بالنسبه لي ليست ايه؟ حسابيه. يبقى انت كده فهمت لعبه الحسابيه، يا اما اجيبها لك برموز يا اما اجيبها لك بارقام. تعالى كده نشوف الارقام، ال 17 بقت 20 بقت 23، دي بتزيد ايه؟ 3، ودي بتزيد ايه؟ 3. طالما الزياده ثابته يبقى هي حسابيه. طب لو عايز تتاكد خد حد ناقص اللي قبليه، 20 ناقص 17 والله 3، خد الثاني 23 ناقص 17 والله برضه 3. طالما يا باشمهندس الحد ده ناقص اللي قبليه قيمه ثابته يبقى دي بالنسبه لي حسابيه. جميل. طب تعالى كده نشوف دي، 5 توم 1 على 11، والله يا باشمهندس هاخد الحد ده ناقص اللي قبليه، يبقى توم ناقص 5. هتيجي تحسبها، اضرب مقص 5 في 8 ب 40، ويبقى 5 في 1 ب 5 ناقص 8 في 1 ب 8 سالب 3 على 40. طيب هات اللي بعديه، 1 على 11 ناقص توم هيساوي، اضرب 11 في 8 ب 88، 8 في 1 ب 8 ناقص 1 في 11 ب 11 يعني سالب 3 على 88. ايه اللي بيحصل ده يا باشمهندس؟ هل دي هي دي؟ لا، يبقى دي بالنسبه لي ليست حسابيه. دي بنسميها كده متتابعه توافقيه بس مش عليك، خلاص؟ طيب دلوقتي يا باشمهندس الفكره في ايه؟ الفكره ان دي بتلخبط ناس، واحد هيجي يقول لي البسط ثابت زي ما كنا بنجيب الحد العام، لا هنا ما ينفعش، ودي الخمسه بقت 8 يعني زادت 3، 8 بقت 11 زادت 3، لا خلي بالك الزياده لازم تبقى تحصل للبسط والمقام مع بعض عشان اقدر اقول عليها متتابعه ايه؟ حسابيه، فدي اسمها متتابعه متوافقيه، خلاص؟ طيب ايه اللي فهمته من الكلام الكتير ده؟ ده ايه بس اللي طلعت يا باشمهندس متتابعه حسابيه. طب دي كانت حالتها ايه؟ دي ايه؟ دي إيه؟ هنا النون اسها ايه؟ واحد. فاكر الداله الخطيه اللي هي دال س مثلا بتساوي س زائد 2؟ كنا بنقول في الداله الخطيه لازم ان الس اسها واحد، هي نفس الفكره هنا،
لو الدالة بتاعتك يا باشمهندس الحد العام النون اس واحد يبقى دي دالة خطية، اعرف ان هي تبقى بالنسبة لي يا باشمهندس متتابعة حسابية دايما. ايوه دايما. ليه؟ لان الزيادة هنا ثابتة، بس انا بشيل النون واحط، انما نون تربيع القيمة بتتغير، العدد تربيعه هيتغير، انما هنا لما احط واحد هيبقى 3 ناقص 5 هيبقى كام يا باشمهندس؟ سالب 2. لما احط هنا 2 يبقى 3 في 2 ب 6 ناقص 5 بقى 1 يبقى زاد 3، يعني بتزيد العدد اللي قدام النون. ايوه هو ده اللي انا عايز اوصل له. يبقى انا بالنسبه للمتتابعه الحسابيه نعرف ان هي داله من الدرجه الاولى، ودايما اساسها معامل نون، مش احنا قلنا اساسها اللي هو مين؟ اللي هو الدال. يا باشمهندس يعني لو جاب لي ح نون بيساوي 3 نون ناقص 5 لقيت دي داله خطيه يعني النون اسها 1 اقول له دي حسابيه؟ طبعا. طب لو سالك عن الدال قول له هي الرقم اللي قبل النون اللي هي 3 صح؟ تمام. طب دي يا باشمهندس متتابعه حسابيه؟ طبعا. ليه؟ لان النون اسها 1. طب الدال والله سالب 1. عايز تتاكد عوض عن النون بواحد يبقى 2 ناقص 1 1، عوض عن النون ب 2 2 ناقص 2 0، عوض عن النون ب 3 2 ناقص 3 سالب 1. بص بيحصل فيها ايه؟ الواحد بقى صفر سالب 1، الصفر بقى سالب 1 زودنا على سالب 1، يبقى فعلا الدال اللي هي قيمه السالب سالب 1. يبقى نفهم ان المتتابعه الحسابيه هي داله من الدرجه الاولى واساسها دايما اللي هو الدال هو معامل نون. خلاص اتفقنا. طيب بحدد نوع المتتابعه الحسابيه ازاي يا باشمهندس؟ عن طريق الدال. اكيد لو الدال دي اكبر من الصفر يعني عدد موجب يعني هي بتزيد بقيمه ثابته، يبقى انا بالنسبه لي دي كده ايه؟ تزايديه، عشان بس مسائل الاخطاء بتاعه المعاصر. لو الدال اقل من الصفر يعني الدال دي عدد سالب، يعني المتتابعه عماله تنقص بقيمه ثابته، يبقى بالنسبه لي دي يا باشمهندس دي كده بالنسبه لي تناقصيه. اخر حاجه لو الدال بتساوي صفر يعني المتتابعه ماشيه كده مثلا 3 3 3 مفيش زياده او نقصان بالنسبه لي، يبقى دي ايه؟ متتابعه ثابته اللي احنا قلنا عليها في الدرس الاول. خلاص قال دي كده تمام. كده يا باشمهندس فهمنا ايه هي المتتابعه الحسابيه، قلنا نعرفها ازاي بمجرد النظر، عرفنا بنطلع الدال فيها وقلنا انواعها. ده كده مدخل الدرس بتاعنا. هنبدا بقى نتكلم في الكلام الجد اللي هو الحد العام بتاع المتتابعه الحسابيه. هديك الطريقه اللي موجوده في كتاب المعاصر، ولكن احنا هنستخدم الطريقه اللي اسهل منها كمان اللي احنا شرحناها في الدرس الاول. لو ما شفتش شرح الدرس الاول مهم جدا ان انت تشوفه، لان انا هستخدم طريقه الحد العام، لان الحد العام ده هيسهل عليها كتير. حتى وانا بحل كتاب المعاصر هتلاقيني بستخدم الطريقه دي لانها اسهل بكتير من بدل ما اجيب الالف واجيب الدال واضربهم وبعدين ابسط. لا، لو استخدمت الحد العام هوصل للصوره دي على طول. خلاص ده هتفهمه باذن الله خلال السبوره الجايه. همسح السبوره بقى وتعالى نشوف السبوره الجايه فيها ايه. تمام يا باشمهندس في السبوره دي، لان هي دي اهم سبوره في درس النهارده. لو انت فهمتها الدرس في جيبك باذن الله، لان هنربطها مع الدرس الاول بطريقه سهله. يمكن الطريقه دي مش مشروحه في كتاب المعاصر، ولكن احنا لازم نستخدم الرياضه في مصلحتنا. طالما انا لقيت طريقه سهله ما تقوليش طريقه من بره المنهج، مش بره المنهج خالص، ده نفس طريقه الدرس الاول اللي هي عليك في المنهج، وهوريك ان هي سهله جدا باذن الله. بيقول لي ايه؟ قال لي الحد العام للمتتابعه الحسابيه بيجي من قانون ظريف كده. ايه هو القانون؟ قال لك ان هو ح ن اللي هو الحد العام ده عباره عن الف زائد ن ناقص واحد في د. ايه الكلام ده؟ قال لك الالف ده هو الحد الاول اللي هو في المتتابعه، يعني مثلا دي متتابعه صح؟ تمام. الحد الاول هنا 2 فانا هشيل الالف واحط 2، وقال لك ان ده اساس المتتابعه، هي القيمه اللي بتزيد بها المتتابعه او بتقل. طب ما تيجي كده نشوف، الاثنين بقت 4، الاربعه بقت 6 يعني بتزيد 2 يعني الدال ب 2، او الدال 4 ناقص 2 6 ناقص 4 وهكذا. يبقى انا بالنسبه لي ان الدال دي ب 2. طب ايه هي نون؟ هي رتبه الحد، يعني مثلا انا عايز الحد السادس الحد السابع وهكذا. يبقى احنا فهمنا المتغيرات اللي في المساله. جميل. طيب اما يجي في بعض المسائل هيقول لك انا عايز مثلا الحد السابع. والله يا باشمهندس طالما انت اتاكدت ان هي متتابعه حسابيه يبقى الحد السابع المفروض اعوض عن نون هنا بكام؟ بسبعه. يبقى هي عباره عن الف زائد 7 ناقص 1 في د اللي هي 6 د. يبقى انا عرفت ان الحد السابع هو الف زائد 6 د، ودي طريقه هنستخدمها في المسائل لما يقول لي الحد الثاني بكذا والحد الرابع بكذا، وانا هفهمك في المسائل باذن الله تستخدم ايه في كل حاجه. يبقى انا يا باشمهندس عرفت خلاص لو قال لي الحد ال 100 يبقى هي الف زائد 99 د، وعرفت ليه 99 د؟ لان هي 100 ناقص 1. جميل جدا يا باشمهندس. طيب دي طريقه الحد العام بتاعت المتتابعه الحسابيه. خلي بالك ان احنا نقدر نجيبها بطريقه الدرس الاول، وهو ده اللي انا عايز اقوله لك. ازاي يا باشمهندس؟ مش احنا قلنا في الدرس الاول ان ح ن بيساوي الف ن زائد ب؟ بس خلي بالك الرموز دي بقى غير اللي فوق. ايه الالف ده؟ قال لك الالف ده هو مقدار الزياده او النقصان زي ما انا شرحتها في الدرس الاول. وايه هي الباء؟
الباء دي عبارة عن الحد الأول ناقص الألف. الباء دي كانت عبارة عن الحد الأول ناقص الألف، تمام. طب تعالى كده نشوف نجيب الحد العام للمتتابعة دي بالطريقتين ازاي. تعالى كده نبدأ بطريقة الدرس الأول. قال لك الدرس الأول القانون هو ح ن بيساوي أ ن زائد باء زي الفل. قال لك الألف ده هو مقدار الزيادة أو النقصان، الاتنين بقت 4، على 4 بقت 6، 6 بقت 8. يبقى هي عمالة تزيد كام؟ 2، يبقى الألف ده ب 2، يبقى 2 ن. الباء هي عبارة عن الحد الأول اللي هو 2 ناقص الألف ده، يعني 2 ناقص 2 صفر، فيبقى زائد صفر، ملهاش لازمة كده. يبقى أنا كده عرفت إن الحد العام هنا كام؟ 2 ن. خلي بالك إن الحد العام ما بيختلفش، يعني لازم يطلع هو هو، سواء هي متتابعة حسابية أو حاجة تانية. طيب تعالى بقى نستخدم قانون درس النهاردة اللي هو بيقول لك ح ن بيساوي أ زائد ن ناقص الواحد في إيه؟ في التاني. إيه هو الألف يا باشمهندس؟ قال لك، قال لك عبارة عن الحد الأول اللي هو 2 زائد ن ناقص واحد ماليش دعوة بيها. الدال قال لك هي أي حدين، يعني الحد ناقص الحد اللي قبليه، 6 ناقص 4 2، 4 ناقص 2 2، اتأكدت إن هي متتابعة حسابية يبقى الدال دي بكام؟ ب 2. يبقى دي هتساوي أدي الاتنين، اضرب الاتنين في النون يبقى موجب 2 ن، اضرب الاتنين في سالب 1 يبقى سالب 2، السالب 2 هتروح مع موجب 2 يبقى هتطلع إن هي ب 2 ن. فقلت لك عشان كده الحد العام ما بيختلفش. يبقى أنا يا باشمهندس في بعض المسائل، وده هنشيل فيها الكتاب المعاصر، أنا هيبقى أسهل إن أنا أجيب ده على طول. ليه؟ لأنها سهلة وبسيطة أهي، بدل ما أقعد أضرب وأقعد أفك الكلام ده، أنا جبت الحد العام. خلي بالك الحد العام هتبقى طريقته ثابتة. في الدرس الأول كان في بعض المتتابعات الشاذة اللي أنا ما أعرفش أجيبها عن طريق القانون ده، ولكن في الدرس ده كل المتتابعات هتعرف تجيبها عن طريق القانون ده. جميل جدا. طيب قلنا بقى الصورة العامة للمتتابعة هي إيه؟ لازم تكون فاهم الصورة العامة دي، لأن هي هتخدمنا في المسائل كتير جدا. إزاي يا باشمهندس؟ أول حاجة إحنا قلنا إحنا بنبتدي بالحد الأول اللي هو أ، وبعد كده يا باشمهندس مقدار الزيادة أو النقصان اللي هو د، فأكيد الحد اللي بعديه هو أ زائد د، سواء الدال دي موجب أو سالب. طب لما أزود كمان د، يعني أ زائد د زائد د، يبقى هي بالنسبة لي أ زائد 2 د، يبقى هي دي الصورة العامة. وهفضل ماشي لحد الحد الأخير اللي هو بنسميه لام. أي رموز بس إحنا بنفرض له لام. طب ما هو الحد اللي قبل اللام ده مش هو بالمنطق هيبقى لام ناقص د؟ عشان لما ازود د، الدال هتروح مع السالب د يديني لام. يبقى انا وانا راجع من ورا بعكس اشاره الدال. افهم بقى كلامي، يعني انا هنا مثلا في المتتابعه دي انا كنت بزود ايه؟ بزود 2. طب لو فرضنا ان ال 8 دي اخر حد، يبقى 8 ناقص 6، 6 بقت 4، يبقى انا بقلل 2. يبقى تعرف لما يديك المتتابعه من اولها وانت عرفت قيمه الدال، هيقول لك مثلا عايز الحد العاشر من النهايه، تعرف ان الدال هتتعكس، يعني لو الدال كانت بتزيد ب 3 يبقى الدال في اخر واحده بالنسبه لي سالب 3، وده اشرحها لك في التمارين ما تقلقش، لسه هيجي وقتها، تمام. تعال كده نشوف سؤال بسيط بيقول لي ايه؟ بيقول لي اوجد الحدود الثلاثه التاليه للمتتابعه الحسابيه دي، ثم مثلها بيانا. طبعا ده سؤال موجود في الكتاب المعاصر وموجود في كتاب المدرسه، عشان جايب لك التمثيل ده وحاطه لك برضه في المذكره. بيقول لي ايه بقى يا باشمهندس؟ تعالى نشوف. هو قال لي متتابعه حسابيه. في بعض الناس هتستخدم قانون الدرس، يقول لك ح ن بيساوي أ في زائد ن ناقص 1 في د. مفيش مشكلة، وقال لك الألف ده هو أول حد اللي هو 15 زائد ن ناقص 1 في الد. تعالى نشوف الد. ال 15 بقت 13 بقت 11، يعني عمالة تقل 2، يعني الد دي بسالب 2 يا باشمهندس، أو الد هي عبارة عن 13 ناقص 15، أي حد ناقص اللي قبليه، تمام. ويبدأ يفك دي، يبقى دي 15 وهنا سالب 2 في ن، يبقى سالب 2 ن، سالب 2 في سالب 1 يبقى موجب 2، يبقى ده عباره عن سالب 2 ن. 15 و12 كام؟ 17. هي كده جابت مين؟ الحد العام اللي هي تبدا تجيب الدوال بتاعته. والله انا مش مهندس، انا هجيب لك من طريقتي. ايه هي طريقتي؟ هي طريقه الدرس الاول. هنا بالنسبه لي 15 بقت 13 بقت 11، يبقى هي بتقل سالب 2، يبقى سالب 2 اضربها في ال ن. طب ايه هي الباء؟ قال لك الحد الاول هو 15 ناقص الرقم اللي هنا، يبقى 15 ناقص ناقص 2 اللي هي موجب 17. يبقى انا كده جبتها في خطوه واحده. طب هل انا اصلا مضطر اجيب القانون ده؟ لا انت مش مضطر، بس انا بعلمك. هو عايز الحدود، انا خلاص عرفت ان هي بتقل 3، طب ما هي تبقى ماشيه 15 بعد كده 13 بعد كده 11 بعد كده 9 بعد كده 7 بعد كده 5، يبقى هم دول الثلاث حدود اللي هو عايزهم بعد كده، لان عرفت ان هي بتقل 2. عوضت هنا اتحقق لك، عوضت هنا برضه على طول الاثنين صح. بيقول لي مثل الحدود دي باينين، مثلها باينين ازاي؟ عشان انا لسه قايل لك في السبوره الاولى المتتابعه الحسابيه هي عباره عن داله خطيه، والداله الخطيه بيبقى تمثيلها دايما يا باشمهندس ايه؟ بخط مستقيم.
يبقى هنا بالنسبه لي النون وهنا بالنسبه لي الحاء نون اللي هيطلع صح؟ تمام. ايه هي النون؟ هي القيم اللي انا معوض بيها اللي هي المجال. طب ما انا عارف ان مجال المتتابعات هو صاد الموجبه، يعني الاعداد الصحيحه الموجبه اللي هي 1 2 3 4 5 6 7 8 وهكذا. طب خلي بالك ان انت بالنسبه لك ح واحد طلع ب 15، احنا ممكن نقسم دي ايه ثلاثات كده 3 6 9 12 15 18. حلو قوي. انا طلعت لما عوضت بالواحد اللي هو نون بتساوي واحد هنا، فانا جبت القاعده اهي بقى اهي، عوض عن نون بواحد يبقى سالب 2 زائد 17 15. او ابص للمتتابعه على طول اللي هي 15، بعد كده لما عوضت ب 2 ب 13 يبقى هنا كده تقريبا، بعد كده لما عوضت بال 3 طلعت ب 11 يعني هنا تقريبا، بعد كده الحد الرابع اللي هو 9 ال 4 مع ال 9، الحد الخامس ب 7 يعني ال 5 مع ال 7 وهكذا يا باشمهندس. يبقى انا بالنسبه لي بدايتي هنا وهفضل ناسب كده. خلي بالك ان هي ضله خطيه، فهتبقى بالنسبه لي ايه؟ خط مستقيم ماشي للاخر كده. طب لو انا عايز التقاطع عادي، هسوي النون دي بالصفر، يبقى الصفر بيساوي سالب 2 نون زائد 17، وادي الناحيه الثانيه يبقى ال 2 نون بيساوي 17، اقسم على الاثنين يبقى نون بيساوي 8.5. هل النون ينفع 8.5؟ لا ما ينفعش يا باشمهندس، ولكن هي هتيجي عند الحد اللي هو ما بين ال 8 وشويه، يبقى انا كده بالنسبه لي الرسمه بتاعتي صح. خلاص ده بس سؤال كده بسيط موجود في كتاب المعاصر. تعال نمسح السبوره بقى ونشوف النوع الاول على المتتابعه الحسابيه في التمارين. النوع سهل جدا وهحللك بطريقه الدرس الاول، الدرس ده هيبقى بالنسبه لك تافه باذن الله. فتعالى نمسح السبوره ونشوف بعد كده الاسئله. ركز بقى معايا يا باشمهندس، هنشرح كده مثالين سهلين نفهم بيهم ايه شغل المتتابعات، وناخد ملاحظات، وبعد كده نخش بقى على افكار الدرس. هلخص لك افكار الدرس كلها باذن الله في حوالي 7 أو 8 مسائل باذن الله تحل بيهم اي مساله في الدرس. بيقول لي انا جايب لي متابعه عباره عن 19 15 11 نقط سالب 61، وقال لي انا عايز منك الحد التاسع والحد ال 15 وقول لي عدد حدود المتتابعه. طبعا هي جايه لك في الامتحان، فانت مش عارف هي متتابعه حسابيه ولا هندسيه ولا نظامها ايه. فاول حاجه هتعمل الاختبار بتاعك الجميل، هتقول لي والله يا باشمهندس 15 ناقص 19 هتطلع معاك بكام؟ بسالب 4. طيب 11 ناقص 15 اللي هو الحد ناقص اللي قبليه برضه بسالب 4، يبقى القيمه ثابته، يبقى دي متتابعه حسابيه. يبقى انا يا باشمهندس ممكن استخدم القانون بتاعها اللي هو يا باشمهندس ح ن بيساوي ا زائد ن ناقص 1 في د. جميل جدا. طيب الوقت يا باشمهندس انا ممكن اعوض في القانون ده واجيب الحد العام بتاعها ازاي؟ الحد الاول اللي هو ا اللي هو 19 تمام زائد ن ناقص 1 ماليش دعوه بيها، مضروبه في الد اللي هي طلعت بكام؟ بسالب 4. هتساوي 19 هنا سالب 4 في نون يبقى سالب 4 نون، سالب 4 في سالب 1 بموجب 4، يبقى دي طلعت بسالب 4 نون، وهنا موجب 4 و19 يبقى زائد 23. طب ليه اللفه دي كلها؟ طب تعالى كده نجيبها بطريقه سهله بقى. الح نون بيساوي، ركز بقى معايا يا باشمهندس، هيبقى بالنسبه لي ال 19 بقت 15 بقت سالب 4، ال 15 بقت 11 نقص سالب 4 يبقى سالب 4 في نون، زائد الباء، الباء هي عبارة عن أول حد اللي هو 19 ناقص الرقم اللي هنا، 19 ناقص ناقص 4 يبقى موجب 23 اللي هي 19 زائد 4، فاهم؟ يبقى إحنا بدل ما نقعد نستخدم الكلام الكتير ده، إحنا هنستخدم طريقة أول درس، تمام؟ الله ينور عليك يا باشمهندس. بيقول لي أنا عايز منك ح 9، طب ما الموضوع بقى سهل، ح 9 بيساوي هيبقى سالب 4 في 9 زائد 23، سالب 4 في 9 بسالب 36. سالب 36 وموجب 23 يبقى سالب 13. في واحد تاني هيقول لي لا انا الح 9 ده عباره عن الالف زائد ال 8 د، اقول له الله ينور عليك. الالف اللي هو 19، 8 في د اللي هي بالنسبه لي سالب 8 في 4 يبقى سالب 32، صح يا باشمهندس؟ يبقى 19 ناقص 32 هتلاقيها برضه كام؟ سالب 13. تمام كده؟ يبقى انا بالنسبه لي اي طريقه سهله، ولكن انا مش عايزك تمشي بطريقه معينه، دايما شوف الطريقه السهله، انت مش مجبر تستخدم طريقه معينه. طب انا بالنسبه لي الحد ال 15، والله الحد ال 15 ممكن اعوض هنا على طول، يبقى سالب 4 في 15 بسالب 60 زائد 23 هتطلع معايا ادي سالب وادي 37 يبقى سالب 37. او اقول ان الحد ال 15 هو ا زائد 14 د هتطلع برضه بسالب 37. فانا مش عايزك تأيد نفسك، احنا هنا زي ما انت عارف انا مش عايزك تحفظ الرياضه، انا عايزك تفهمها باذن الله.
طيب اخر سؤال، هو قال لي اوجد عدد حدود المتتابعه. خلاص مش انا عرفت الحد العام بتاعها اللي هو ح ن بيساوي سالب 4 ن زائد 23. طب ما هو الحد الاخير ده بيعبر عن رتبه الحد الاخير، يبقى انا هشيل الح ن دي واحط ايه؟ سالب 61. يبقى سالب 61 بيساوي سالب 4 ن زائد 23، دي هوديها الناحيه الثانيه. يبقى سالب 61 وسالب 23 ادي سالب 1 و3 4 و6 و2 8 بيساوي سالب 4 ن. السالب اروح مع السالب على 4 فال 1 على 4 هنا هتدي لك كام؟ طبعا ادي 2 وادي 1، يبقى هو رتبته 21. يبقى انا بالنسبه لي عدد حدود المتتابعه دي هي 21 حد. خلاص سهل جدا والله، درس تافه باذن الله. طيب تعالى كده شوف السؤال الجميل ده، بيقول لي انا عايز منك 10 من النهايه. والله يا باشمهندس الموضوع سهل، طالما قال لي من النهايه انا هشقلب المتتابعه. يعني ايه هشقلب المتتابعه؟ انا اخليها ماشيه كده بالعكس. يعني ايه؟ هي 65. طب بعدها يا باشمهندس انا مش عارف. لا انت عارف ازاي؟ السبعه بقت 9 زادت 2، ال 9 بقت 11، يبقى هي بتزيد 2 من قدام، يبقى هي بتقل 2 من ورا. مش قلنا لو ده لام يبقى ده لام ناقص ده اللي هي الصوره العامه؟ ايوه. يبقى 65 بعدها ايه؟ 63 وبعدها 61 وهكذا لحد اول حد اللي هو السبعه. يبقى انا كده شقلبت المتتابعه، فهنا اقدر بقى اجيب الحد العام بتاعها واعوض فيه. ازاي يا باشمهندس؟ والله الحد العاشر، او تعالى نجيب الح ن الاول، هيساوي طبعا بالنسبه لي ال 65 بقت 63 بقت 61، يعني بتقل 2، يعني سالب 2 اضربها في ال ن. الباء اللي هي الحد الاول 65 ناقص ناقص ال 2 لان هي ناقص ناقص 2 يبقى زائد 67، يبقى هو ده الحد العام بتاعها. طب ما هو عايز ح 10 بقت تافهه، يبقى ح 10 بيساوي سالب 2 في 10 يبقى سالب 20 زائد 67 اللي هو يطلع سالب 47، يبقى هو ده كده الحد العاشر بتاعي. خلاص يا باشمهندس؟ لا موجب 47، 67 ناقص 20 يبقى موجب 47 لان هي ماشيه هنا موجب. خلاص؟ تمام. دي طريقه. ايه الطريقه الثانيه؟ والله يا باشمهندس واحد هيقول لي انا عرفت ان الالف هنا ب 65، اقول لك جدع. والدال بكام؟ والله 63 ناقص 65 بسالب 2. مش انت عايز الحد العاشر؟ قلت لك ايوه. هتقول له هو عباره عن الالف زائد 9 دال، قلت لك الله ينور عليك. الالف اللي هو 65 ناقص 2 في 9 ب 18، هتلاقي برضه طلعت ب 47 معاك. خلاص؟ قلنا ما نقيدش نفسنا بطريقه، الطريقتين صح، وامشي باي طريقه يا باشمهندس، سواء مقالي سواء اختياري، الطريقتين صح. طيب تعالى بقى شويه ملاحظات عشان المسائل اللي جايه بعد كده ما احللكش على طول، لازم تكون فاهم هي جت منين. تمام. بيقول لي ايه يا باشمهندس اول ملاحظه؟ بيقول لي انا عايز منك رتبه الحد الذي رتبته س. يعني ايه؟ انا عايز دلوقتي رتبه الحد مثلا اللي الرتبه بتاعته 10، يبقى ده معناه ان انا هساوي الح ن بالس، فاهم؟ اللي هو الحد. ما احنا كنا عايزين نجيب عدد حدود المتتابعه دي، قمنا حاطين الحد الاخير في القانون. تمام. لو هو عايز رتبه الحد اللي قيمته اكبر من الس، والله يا باشمهندس احط ان ح ن اللي هو القانون العام او الحد العام اكبر من س. تمام. خلي بالك ان كل الكلام ده يا باشمهندس هيعمل حاجه ظريفه، بعد ما انت تجيب النون دي وتعوض في المتتابعه تطلع مثلا 10.5. طب ما انت قايل يا باشمهندس ان الح ن طلعت مثلا اكبر من 10.5، السين طلعت ب 10.5، يبقى هو ترتيبه ال 11. ليه؟ لان احنا ماشيين اعداد صحيحه، فمعنى ان انا اقول لك هو اكبر من 10.5 يبقى هو 11. أكبر من 3.3 يبقى 4، أكبر من 7.5 يبقى 8، وأنت هتفهم الكلام ده. لو قال لي رتبة الحد الذي كنت أقل من الس يبقى الح ن أقل من الس، اللي هو الح ن ده اللي هو الحد العام يا باشمهندس اللي إحنا بنجيبه ده. طب هنا مش بالنسبة لي رتبة الحد اللي كنت صفر يساوي الح ن بيساوي صفر. رتبة أول حد موجب يعني الح ن أكبر من الصفر، صح؟ رتبة أول حد سالب يعني الح ن أقل من الصفر. ركز بقى في دول وافهم. بيقول لي ايه؟ لو قال لي ان في ثلاث اعداد ما بيكونوا متتابعه حسابيه، لازم تكون متتابعه ايه؟ حسابيه، عشان ما تلخبطش نفسك. ايه هم الاعداد دي؟ اقول لك. الاعداد دي يا باشمهندس بكل سهوله. لو انا معايا اللي في النص، معلش خلينا نبتدي في النص، الف، صح؟ اللي قبليه ده يا باشمهندس هيبقى عباره عن ايه؟ والله يا اما الف ناقص دال يا اما الف زائد دال، حسب هي بتزيد ولا بتنقص، فاحنا مثلا نخليه الف زائد دال. طب معنى ان الالف زائد الدال بقت الالف، يبقى انا طرحت دال، يبقى الحد اللي بعديه هطرح من ده دال، يبقى بالنسبه لي الف ناقص دال. وخلي بالك من معلومه مهمه بقى عشان هنستخدمها برضه في المسائل. ليه يا باشمهندس الفرض ده هو الصح؟
لان هنا بنستخدم فكره الوسط الحسابي. ايه هو الوسط الحسابي؟ الوسط الحسابي قال لك اللي في النص بيساوي مجموع الاثنين دول على 2، تاني اللي في النص بيساوي مجموع الاثنين دول على 2. طب ما تيجي كده نشوف ده. الالف فاكر الوسط الحسابي اللي هو مجموعهم على عددهم، يبقى اللي في النص بيساوي مجموع الاثنين دول على 2. لو انا جيت جمعت الالف زائد الدال مع الالف ناقص الدال وقسمت على 2، والله الدال هتروح مع السالب دال، هيفضل لي 2 الف على الف، طلعت على 2، معذره 2 الف على 2 طلعت بالف، يبقى انا كلام صح يا باشمهندس صح. فعشان كده الفرض ده بتاعه لازم يبقى صح. ما هي دي من خواص المتتبعه الحسابيه، وده هنحل بيها مسائل. هيبقى معايا رقم في النص يا باشمهندس هبدا اتعامل معاه. جميل جدا. طيب لو جه قال لي اربع اعداد تكون متتبعه حسابيه، هتيجي بقى تقول لي يا باشمهندس لو انا بدات اللي في النص بالنسبه لي الف، بعد كده الف زائد دال والف ناقص دال، طب بعد كده انا همشي معاك اهو زي اللي فوق والف ناقص دال. طب معلش بقى هو الحد الرابع هيبقى هنا ولا هنا؟ انت ايش عرفك؟ يعني هل هو هنا اللي هو الف زائد 2 دال، ولا هو هنا اللي هو الف ناقص 2 دال؟ ما انا مش عارف يا باشمهندس. فطالما مش عارف هتحقق النظريه بتاعه اللي في النص بيساوي مجموعهم على عددهم. ازاي بقى النظريات بتتحقق في ايه؟ هي لها اثبات طويل بس انت مش مهم ان انت تعرفها. هي هتتحقق في المتتبعه اللي هي بالشكل ده، الف ناقص 3 دال، وعندك بعد كده الف زائد الدال، وبعد كده الف ناقص الدال، وبعد كده الف زائد 3 دال. يا باشمهندس دي كده مش متتبعه حسابيه، ده هي ماشيه مش بالترتيب. طب ما تيجي كده نشوف الدنيا فيها ايه؟ مش احنا قلنا اللي في النص اللي هو الف زائد الدال هيساوي ايه؟ المفروض الاثنين اللي في الطرف اجمعهم، يعني الف ناقص 3 دال زائد الف ناقص دال، واقسم على الاثنين، صح؟ تمام. والله يا باشمهندس الف والف يبقى بالنسبه لي ايه؟ او هنا خليها دي الموجب لان هنا الزياده، معذره خلي بس ده ايه؟ الموجب، يبقى دي موجب 3 دال ودي ناقص 3 دال، لان احنا بنهل هنا، فاهمني؟ يبقى انا بالنسبه لي دي كده الف زائد 3 دال بالشكل ده، تمام؟ تعالى نجمع يلا يا باشمهندس، الف والف يبقى 2 الف، 3 دال ناقص الدال يبقى موجب 2 دال على 2، اقسم على 2 وهنا يطلع لك الف زائد دال، يبقى دي حققت الشرط بتاعت الوسط، وده هنفهمه الحصه الجايه. طب لو انا خدت ده يا باشمهندس هيحقق الشرط، ما هي دي الفكره. تعالى ناخد الالف ناقص الدال، مش هو المفروض بيساوي ايه؟ مجموع اللي قبله وبعده على 2، اللي قبله اللي هو الف زائد الدال، واللي بعده اللي هو الف ناقص 3 دال على 2، هيساوي الف مع الف ب 2 الف، سالب 3 دال وموجب دال يبقى سالب 2 دال، اقسم على 2 كده، 2 الف على 2 ب 1000، وهنا سالب 2 دال على سالب 2 سالب دال، اللي احنا اتحققت، يبقى هي تتحقق في المتتبعه دي. يبقى هو لو قال لي ثلاث حدود خلاص، اللي في النص الف، اللي قبليه الف زائد دال، اللي بعديه الف ناقص دال. قال لي اربع حدود يبقى معايا الف زائد دال، واللي قبليه الف زائد 3 دال، وعند الف ناقص الدال، واللي بعديه هنا من الناحيه الشمال يبقى الف ناقص 3 دال. وانا فهمتك احنا ليه حطيناها بالترتيب ده، خلاص فهمنا دي. خلاص السبوره دي مهمه جدا جدا، امسح السبوره، تعالى بقى نخش على تمارين مهمه جدا جدا وابسطها لك، وهتبقى اسهل ما في الدرس باذن الله، فركز معايا. هندخل في افكار الدرس، ومثلا اول مساله دي مثلا شامله اربع افكار، خلاص؟ فباذن الله هنقسم الافكار كلها ونحاول نحلها باسهل طريقه باذن الله. زي ما احنا قلنا ما تقيدش نفسك بقوانين الدرس ده، هنشتغل الدرس الاول مع الدرس ده عشان الموضوع يبقى سهل وبسيط بامر رفيع. بيقول لي معايا متتابعه 95 92 89، خلي بالك ان هو في المسائل في الدرس ده كده في الكتاب المعاصر هيجيبها لك واضحه، هيقول لك متتابعه حسابيه ويقوم جايبها لك كده، ولكن انا دايما بجيبها لك من غير الكلمه دي عشان لو انت اتاكدت ان هي متتابعه حسابيه تقدر تستخدم القوانين اللي احنا بنشتغل بيها. فهاجي ابص يا باشمهندس اعرف منين؟ والله اقول 92 ناقص 95 هتديني كام؟ سالب 3. طيب 89 ناقص 92 برضه سالب 3. طالما الفرق ثابت يبقى الدال بسالب 3 يبقى دي متتابعه حسابيه. يبقى انا يا باشمهندس اهم حاجه لازم اجيبها هبدا اجيب الحد العام بتاعها. يا اما قوانين الدرس اللي هي ح ن بيساوي ا زائد ن ناقص الواحد في الدال، يا اما بالقانون اللي انا قايله لك السهل جدا جدا. تعالى نعمل بالاثنين، الالف اللي هو اول حد 95 زائد ن ناقص الواحد في الدال، احنا عرفنا الدال بكام؟ سالب 3. يبقى هيساوي 95 سالب 3 في ن بسالب 3 ن، سالب 3 في سالب 1 بموجب 3، يبقى هي عباره عن سالب 3 ن، و3 و95 يعني موجب 98. شفت اللفه الطويله دي؟ طب تعالى يلا يا باشمهندس ح ن بيساوي
ال 95 بقت 92 قل 3، ال 92 بقت 89 قل 3، يبقى الدال بكام؟ سالب 3، يبقى سالب 3 نوم زائد الحد الاول اللي هو 95 ناقص ال 3، يبقى 95 زائد 3 اللي هي 98، ادي الحد العام باسهل طريقه. فبيقول لي انا عايز منك الحد السادس، تعال نجيبه بطريقتين. هجيبه ح 6 اللي هو التعويض هنا اللي هو سالب 3 في 6 في 6 زائد 98، سالب 3 في 6 بسالب 18، و 98 يبقى دي سالب 18، يبقى دي تشيل منها 98 كمان 10 يبقى 8. دي طريقه. طب الطريقه الثانيه والله الحاء 6 طالما هي متتابعه سابقيه يبقى هي عباره عن الالف زائد الخمسه دال، بقلل من ده واحد، الالف هنا اللي هو 95 زائد 5 في 3 اللي هي 5 في سالب 3 بسالب 15 برضه ب 80. طريقتين شغالين. يقول لي انا عايز منك رتبه الحد اللي قيمته 68، هنا بقى هعوض في القانون العام، يبقى 68 بتساوي سالب 3 نون زائد 98. طيب ودي 98 الناحيه الثانيه هتديك كام؟ سالب 30 بتساوي سالب 3 نون، شيل السالب قصاد السالب، على 3 فعل 1 على 3 فعل 10، يبقى هو نون 10، يبقى هو الحد العاشر هو اللي رتبته 68. وتقدر تتاكد، خلاص تقدر تتاكد من القانون ده او القانون ده اللي هو القانون العام او ا زائد 9 د، الاثنين هيطلعوا لك نفس الناتج. بيقول لي انا عايز بعد كده رتبه اول حد سالب، طالما اول حد سالب يبقى الحاء ن اللي هي سالب 3 ن زائد 98 اقل من الصفر، تمام؟ ودي 98 الناحيه الثانيه يبقى سالب 3 ن اقل من سالب 98، شيل السالب مع السالب وغير المتباين، ركز بقى في الكلام ده، يعني هتبقى ن اكبر من ال 98، ثاني اعداد 3 ن معذره. بعد كده اقسم على 3 هنا ال 3 هنا، دي هتروح مع دي يبقى ن اكبر من 9 على 3 كده كده فيها 3، 8 على 3 فيها الاثنين صح؟ وهيفضل 2 على 3، يبقى دي 32 وثلثين، قلنا بيطلع كسر ما يفرقش معايا، طالما اكبر من 32 يبقى ن ب 32، يبقى رتبه الحد ده هو ح 33، يبقى انا بالنسبه لي اول حد سالب يا باشمهندس هيبقى رتبته كام؟ ح 33. بعد كده بيقول لي انا عايز رتبه اول حد تقل قيمته عن 25، نفس الفكره، هعوض بالقانون العام اللي هو سالب 3 ن زائد 98 اقل من ال 25 اللي هو بيقول لي اقل من، اودي 98 الناحيه الثانيه يبقى سالب 3 ن اقل من، هيبقى بالنسبه لي يا باشمهندس دي هتروح بالسالب، يبقى 25 ناقص 98 يبقى سالب 3 ن اقل من 5 ناقص 8 دي هتبقى 15 اللي هتبقى 1 صح كده؟ يبقى انا بالنسبه لي يا باشمهندس 15 ناقص 8 هيبقى بالنسبه لي 7، وهنا بالنسبه لي كام؟ انا الدنيا دي ضايعه. المهم هنطرح 20 اسهل حاجه، هنطرح من 98 20 يبقى 78، وكمان 5 يا باشمهندس يبقى بالنسبه لي كام؟ 2 ايه كام؟ من 78 يبقى سالب 73 صح كده؟ بس يا عم انا تعب نفسي ليه؟ 8 ناقص 5 3 9 ناقص 2 7، معلش الدنيا باظت. شيل السالب قصاد السالب يا باشمهندس، بس خلي بالك لما تشيل سالب قصاد سالب المطمئن انها تتغير، تعالى بس اكتبها فوق هنا عشان تبقى واضحه، يبقى بالنسبه لي ان ال 3 ن هتبقى اكبر من ال 73 بس كده، اقسم على 3 يبقى ن اكبر من 73 على ال 3 اللي هي تبقى ن اكبر من 7 على 3 فيها ال 2 و13 على 3 فيها ال 4 وهيفضل ثلث، يبقى دي بالنسبه ل 24 وثلث يا باشمهندس اللي هو ن هتبقى اكبر من 25، يبقى رتبه اول حد تقل قيمته عن ال 25 هو الحد 25 ذات نفسه. طب يا باشمهندس معلش كده اتاكد لي من دي، حاضر. الحد 25 جرب هنا، يبقى سالب 3 في 25 بسالب 75 زائد 98 هيساوي 8 ناقص 5 3 9 ناقص 7 2، فطلع قيمته 23 فعلا، يبقى هو ده بالنسبه لي اول حل بتقل قيمته عن 25. خلاص مساله فيها افكار كتير جدا، المساله دي بتجي لك فكره واحده بس في مساله اخطر، ولكن احنا شرحنا كام فكره كتيره. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول لي 17 وس ونقط وصاد و 71 متتابعه حسابيه، خلي بالك هو هيقلل ان هي متتابعه حسابيه، وكان 3 س بيساوي ص زائد 4، عايز س زائد ص، ماشي. المعلومه بالمتتابعه الحسابيه ان اي حد ناقص اللي قبله بيساوي د، يعني س ناقص ال 17 بتساوي د. طب ما 71 ناقص اللي قبلها، 71 ناقص ال ص بيساوي د، طب ما ده بيساوي د وده بيساوي د، يبقى الطرفين دول متساويين، يعني س ناقص 17 بتساوي 71 ناقص ال ص. وادي السالب صاد الناحيه الثانيه، يبقى س زائد الصاد بيساوي
هات السالب 17 تيجي بالموجب يبقى 71 زائد 17 اللي هي تطلع كام؟ 88. طيب اول معادله 3 س بتساوي ص زائد 4، ود الص الناحيه دي كده يا باشمهندس، يبقى 3 س ناقص الص بيساوي موجب 4. طب ما تيجي كده نجمع دول، س و3 س 4 س، سالب ص هتروح مع موجب ص، 4 و88 يبقى 92، اقسم على 4 يبقى س بتساوي 9 على 4 فيها 2 يبقى 1، 12 على 4 فيها 3 يبقى س ب 23. طب ما انا عارف ان س زائد ص او س ناقص ص ما يفرقش، س زائد ص بيساوي 88 يبقى 23 زائد ص بيساوي 88، يبقى الص بيساوي 88 ناقص 23، 8 ناقص 3 5، 8 ناقص 2 6، يبقى الص ب 65. هو عايز قيمة س زائد ص، خلاص يا باشمهندس 23 زائد 65 بتساوي كام يا باشمهندس؟ 23 و 65 3 و 5 8 و 2 و 6 8. خلاص يا باشمهندس؟ واحنا اصلا جبنا من هنا ان س زائد ص اصلا بكام؟ ب 88 من المعادله دي، خلاص هو عايزها اصلا واحنا اصلا جبناها من المعادله دي، ولكن احنا جبنا قيمه س وص منفصله. طيب تعالى كده نشوف الحل ده صح ولا ايه؟ السين دي بكام؟ ب 23، يبقى هي 17 بقت 23 يعني زادت 6. طيب دي 71 بقت ص، يعني المفروض تقل 6. 71 ناقص 6 هتديني 65، لا انا كده زي الفل يا باشمهندس، لان هنا بالنسبه لي القيمه بتاعتي ثابته. خلاص يا باشمهندس اتفقنا، هل فيها مشكله؟ سهله جدا باذن الله. بيقول لي اوجد المتتبعه الحسابيه التي حدها الاول 5 وحدها السابع 17. هنا بقى الاسهل ان انا استخدم القانون ده، ركز لي كده. بيقول لي حدها الاول 5، ما احنا عارفين الحد الاول اللي هو الالف، يبقى الالف بيساوي 5، وقال لك حدها السابع بيساوي 17، ده معناه مش مهندس ان الالف زائد ده السابع يبقى 6 ب د اللي هو ن ناقص 1 بيساوي كام؟ بيساوي 17. طب ما انا جبت الالف ب 5، ودي بقى الناحيه الثانيه، يبقى ال 6 ده بيساوي 17 ناقص 5 اللي هي 12، اقسم على ال 6 يبقى ال د ب 2. هو عايز المتتابعه، خلاص ما انا عرفت الحد الاول 5 وبعد كده ال د ب 2 يعني بتزيد 2 يبقى 7 9 11 وهكذا، يبقى هي دي كده المتتابعه. خلاص يا باشمهندس اتفقنا، الف حاجه صعبه سهله جدا باذن الله. تعالى نمسح السبوره ونشوف برضو مجموعه اسئله ثانيه نختم بيها حصه النهارده، فركز معايا. الدرس يعتبر خلص اصلا وانت كده فهمت اللعبه بتاعت الدرس، خلاص هو هيبدا يلعب بالكلام ويقول لك الحد الاول ضرب في الحد الثالث، انت خلاص فهمت الفكره. فهنستعرض كده افكار جميله برضو تفهم منها الدرس بصوره كويسه باذن الله، وغير كده احنا هنحل تمارين المعاصر كلها، فاي فكره باذن الله هنتعرض لها احنا هنا بنشرح من كل فكره كده سؤال، وباذن الله في حصه الحل يبقى انت كده مش محتاج حاجه بامر ربنا. طيب بيقول لي ايه؟ اوجد المتتبعه الحسابيه التي حدها الثالث 11 ومجموع حديها السابع والسادس 43. مش انت بتقول لي ان الحد الثالث ب 11؟ يعني عرفت ان ح 3 بيساوي 11؟ ايوه، طالما متتابعه حسابيه وده الحد الثالث فده معناه ان ا زائد ال 2 د بيساوي 11. جميل يا باشمهندس. طب بيقول لي مجموع حديها السادس والسابع 43، الحد السادس اللي هو ا زائد ال 5 د زائد الحد السابع اللي هو ا زائد ال 6 د، قال لي ان دول مجموعهم كام؟ 43. ألف وألف يبقى 2 ألف، 5 د و 6 د يبقى 11 د بيساوي كام؟ 43. حط لي معلش دي تحتها كده، أدي ألف زائد 2 د بيساوي 11، شغل تالتة إعدادي حل معادلتين، الموضوع سهل. اضرب اللي تحت دي كده في سالب 2، يبقى دي سالب 2 ألف ناقص 4 د بيساوي سالب 22. جمع المعادلة رقم 1 والمعادلة رقم 2، 2 ألف وسالب 2 ألف طاروا، 11 د وسالب 4 د يبقى 7 د، 43 ناقص 22 يبقى دي بالنسبه لي 21، على 7 فيها 1 على 7 فيها 3 يبقى اذا الدال تساوي 3. عوض هنا بقى يا باشمهندس، يبقى انا بالنسبه لي ا زائد 2 د اللي هي 2 في 3 ب 6 بيساوي 11، وادي ال 6 الناحيه الثانيه، يبقى ا بيساوي 11 ناقص 6 يساوي 5. طالما عرفت الالف وعرفت الدال اتفضل حط المعادله. الوقت يا باشمهندس الالف ده هو اول حد اللي هو 5 والدال موجب يبقى هي بتزيد، يبقى هي 5 8 11 14 وهكذا، هي دي كده المتتابعه بتاعتها. هل فيها حاجه؟ سهل. بيقول لي انا عايز منك اوجد عدد الحدود السالبه، عدد الحدود السالبه؟ ايوه. طب اجيبها ازاي؟ طب ما تجيب رتبه اول حد موجب وناقص منه واحد، يبقى هو اللي قبليه
هو اكيد سالب. خلاص انا فهمت. طيب اول حاجه اجيب مين يا باشمهندس؟ اشوف المتتابعه. سالب 47 بقت سالب 42 يعني زادت 5. سالب 42 بقت سالب 37 زادت 5. يبقى من القانون اسهل بقى بدل ما اعوض في القانون الكبير ا ن بيساوي الزياده اللي هي 5 يبقى 5 ن. الحد الاول هو سالب 47 ناقص اللي هنا يبقى سالب 47 ناقص 5 اللي هي سالب 52 يبقى هو ده كده الحد العام بتاعي. جميل جدا. طب ما هو قال لك عدد الحدود السالبه فده معناه ان انا هجيب رتبه اول حد موجب. جميل يا باشمهندس. طالما رتبه اول حد موجب يبقى انا هحط دي اكبر من الصفر يبقى 5 ن ناقص 52 اكبر من الصفر يبقى ال 5 ن اكبر من وادي دي الناحيه الثانيه يبقى 52 اقسم على 5 يبقى ن اكبر من 52 على 5 يبقى ن اكبر من 5 على 5 طبعا 52 على 5 10 و2 على 5 تمام. يبقى انا بالنسبه لي هو اكبر من ال 10 يبقى رتبه اول حد موجب هو 11 بس خلي بالك وعايز الحدد الحدود السالبه فانا بالنسبه لي الحد ال 11 ده موجب يبقى اول حد سالب هو اللي هتبيه يبقى رتبه او عدد بقى الحدود السالبه عدد الحدود السالبه 10 حدود خلاص لان الحد ال 11 هو اول حد موجب يبقى ال 10 اللي هم ماله هم بالنسبه لي يا باشمهندس هو اللي كده سالب. عايز تتاكد هات الحق 10 كده الحق 10 عشان انا بقول لك اول 10 حدود حط هنا 10 يبقى 5 في 10 ب 50 ناقص 52 بسالب 2 فعلا يا باشمهندس الحد ال 10 سالب 2 ومفروض بعد كده هيزيد 5 يبقى الحد ال 11 ب 3 يبقى انت فعلا كلامك صح. اتفقنا؟ اتفقنا. السؤال اللي بعده بيقول لي متتابع حسابيه فين؟ ح 3 ناقص ح 5 يا عم انت بتهزر. ح 3 اللي هو ا زائد ال 2 د ناقص الح 5 اللي هي ا زائد ال 4 د بيساوي 6 ماشي. ادي ا زائد 2 د السالب هيخش يبقى سالب ا وسالب 4 د بيساوي 6. الالف مع سالب ا 2 د ناقص 4 د يبقى سالب 2 د بيساوي 6 اقسم على سالب 2 يبقى د بسالب 3. طب عايزين نعوض في اي معادله ما انت معاك ح 4 ح لا ثواني ده ح ماشي احنا لسه ما عوضناش انا فكرت عملنا حاجه غلط. انت معاك ح 4 بيساوي 16 يبقى انا بالنسبه لي الالف زائد ال 3 د بيساوي 16. الالف عايز اجيبه سالب 3 في 3 يبقى سالب 9 بيساوي 16 وادي السالب 9 يبقى الالف بيساوي 25. عرفت الالف وعرفت الدال انت ممكن تحط المتتابعه بتاعتك ازاي؟ الح ن بيساوي الف زائد ن ناقص الواحد في الدال. جميل جدا. يبقى الالف ب 25 زائد ن ناقص الواحد في الدال اللي احنا جبناها بكام؟ بسالب 3. يبقى ده 25 ناقص 3 ن سالب 3 سالب 1 بموجب 3 يبقى هي سالب 3 ن و 3 ب 25 بموجب 28 هو ده الحد العام بتاعنا. هو عايز الحد النوني جبته لك سالب 3 ن زائد 28 ورتبه وقيمه اول حد سالب. اول حد سالب يعني سالب 3 ن زائد 28 اقل من الصفر. يبقى سالب 3 ن وادي 28 يبقى اقل من سالب 28. سالب مع سالب المتباينه تتغير يبقى 3 ن اكبر من 28 اقسم على 3 يا باشمهندس يبقى ن اكبر من 28 على 3 يعني ن اكبر من طيب 3 في 7 لا 3 في 8 3 في 9 27 يبقى ده بالنسبه لي 9 وثلث. طالما 9 وثلث ون اكبر منها يبقى رتبه اول حد سالب عند ن بيساوي 10 او هو الحد العاشر. هو عايز قيمته يبقى انا لازم اجيب مين؟ الحق 10 اعوض بقى في القانون هنا يا باشمهندس يبقى سالب 3 في 10 بسالب 30 زائد 28 يطلع بسالب 2 يبقى اول حد سالب هو الحد العاشر وقيمته بتساوي سالب 2 خلاص. هل فيها حاجه صعبه؟ المتتابعة الحسابيه تافهه جدا جدا يمكن شغل الاوساط اللي فيها حاجه بسيطه ولكن باذن الله بنزل لك شرح ونحل تمارينه هيبقى سهل جدا باذن الله. انا كده يعتبر خلصت الحصه همسح السبوره كده وهناخد امثله سهله وبسيطه بس فيها ايه تشغيل دماغ شويه موجوده في الكتاب المعاصر عايزك تفهم فكرتها وعايزك تفهم هي جت منين فامسح السبوره واختم الحصه باذن الله بالسبوره دي ركز معايا. اختم حصه النهارده بالمثالين دول مثالين سهلين خالص وده مهم قوي وافهمه معايا عشان هيقابلنا في كتاب المعاصر وفكرته جميله جدا جدا جدا. بيقول لي يا باشمهندس بيقول لي لوغاريتم س لوغاريتم ص لوغاريتم ع متتابعه حسابيه اثبت ان ص تربيع بيساوي س ع. والله يا باشمهندس يا متتابعه حسابيه انا ما اعرفش اجيب فيها اي حاجه خالص الا الدال. ايه هي الدال؟ الحد ده ناقص اللي قبليه.
يبقى انا بالنسبه لي لوغاريتم ص ناقص لوغاريتم س بيساوي الدال، الحد ده ناقص اللي قبليه، يعني لوغاريتم ع ناقص لوغاريتم ص بيساوي دال. طب ما دي دال ودي دال، يبقى دي بيساوي دي. يبقى انا بالنسبه لي لوغاريتم ص ناقص لوغاريتم س بيساوي لوغاريتم ع ناقص لوغاريتم ص. من خواص اللوغاريتمات الطرح بيتحول لقسمه، يبقى ده لوغاريتم ص على س بيساوي لوغاريتم ده بيتحول لقسمه برضه يبقى ع على ص. لوغاريتم بيساوي لوغاريتم اللي جوه بيساوي اللي جوه، يبقى ص على س بيساوي ع على ص. اتفضل اضرب مقص ص في ص بص تربيع بيساوي س. طيب الملاحظه دي يا باشمهندس اللي بقول لك عليها مهم، بيقول لك ايه؟ قال لك ان انت لو معاك متتابعه عدد حدودها مثلا 10 وجيت قلت لك الحد الثاني من البدايه او النهايه، الحد الثاني من النهايه هو الحد رقم كام من البدايه؟ هتلاقي دماغك عملت ايرور كده، انت ما انتش عارف. يعني مثلا هنفرض مثلا معايا متتابعه عباره عن 1 و2 و3 و4 و5 و6، خلاص؟ لو جيت قلت لك الحد الثاني من النهايه، الحد الثاني اللي هو ده اهو الخمسه، صح؟ هو رقم كام من البدايه؟ طب بص احنا عدينا من البدايه كام؟ 1 2، يعني هو الثاني من النهايه. طب تعالى نعد كده من الاول، 1 2 3 4 5، طلع الحد الثاني من النهايه هو الخامس من البدايه. طيب ايه الحيره دي؟ طب افرض ادانا متتابعه يا باشمهندس فيها 100 حد، هعمل ايه؟ قال لك لا ده في قانون ظريف قوي، قال لك ايه؟ الحد اللي هو من النهايه ده انا هسميه كاف، يعني هسميه كده كاف. لو انت عرفته ان عرفت ان انت ترتيبه الوقت من النهايه الثاني، في قانون عشان تجيبه من الاول على طول، ايه هو القانون؟ هو القانون الجميل ده اللي هو نون ناقص الكاف زائد الواحد. ازاي؟ قال لك نون دي هي عدد الحدود، ما تيجي كده نجرب، هم عدد الحدود كام؟ 1 2 3 4 5 6، يبقى انا بالنسبه لي اعوض عن نون ب 6. ناقص الكاف اللي هي بالنسبه لي ب 2 زائد 1. 6 ناقص 2 4، 4 زائد 1 5، قال لا ده طلعت صح فعلا ترتيبه الخامس، تمام، يبقى قيس على كده في اي مساله. تعالى نشوف السؤال. بيقول لي المتتابعه الحسابيه عدد حدودها 20 على طول نون بيساوي 20، فان الحد الرابع من النهايه يبقى الكاف بتساوي 4. هو الحد كام من البدايه؟ والله القانون بيقول لك نون ناقص كاف زائد 1. النون ب 20 يبقى 20 ناقص 4 زائد 1، 20 ناقص 4 16 و1 17، يبقى الحد الرابع من النهايه هو الحد ال 17 من البدايه. خلاص فهمت النقطه دي؟ افهمها لانها مهمه جدا جدا وهنعتمد عليها في كتاب المعاصر، وانا بحلها اقول لك ان انا شرحتها باذن الله عشان الناس عارفه طبعا عني، الناس اللي متابعاني ان انا مش بحل وخلاص، لازم افهمك هي جت منين. كده يا باشمهندس يبقى وصلنا لنص درس المتتابعه الحسابيه، هو فاضل فيه جزء وهو منفصل كده كده، وكان يفضل اصلا يتحط في درس لوحده زي ما قلت لك في اول الفيديو. كتاب المعاصر اصلا مقسمه، يعني هتلاقي جزء على المتتابعه الحسابيه وتعيينها، وجزء تاني على الاوساط الحسابيه. فالاوساط الحسابيه دي هنعرف بقى الحصه الجايه باذن الله هي الاوساط وازاي ندخل قيم في وسط المتتابعه ونبدا نتعامل معاها باذن الله. كده يا باشمهندس خلصنا 3 دروس جبر باذن الله، ودرس تفاضل ودرس ديناميكا ماشيين بمعدل كويس جدا، سواء شرح او سواء حل تمارين، وما اعتقدش ان هي بتحصل على قناه في اليوتيوب اللي هو بتوفق الشرح مع حل التمارين باذن الله. باذن الله عشان بس الناس محتاجه حساب مثلثات ويبقى انا مشيت في كل الفروع، احاول انزل الحصه الجايه بتاعت الاسبوع ده زي ما احنا اتفقنا، حصص بنزل في الاسبوع بينزل فيه 3 حصص، احاول انزل الحصه دي حساب مثلثات، ولو في امكانيه اليوم الجمعه احاول انزل لك كمان درس جبر اللي هو الاوساط الحسابيه باذن الله، على حسب بس الظروف باذن الله ربنا يرضى، لان الموضوع ده متعب اصلا باذن الله. لو انت اول مره شفتني ما تنساش بقى تشترك في القناه، تفعل زرار الجرس، تضغط لايك، شير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، واستنوا فيديو مهم جدا بخصوص الملزمه هنوضح فيه حاجات كتير هينزل قريب باذن الله. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناه حسام رياضيات، وشكرا.